تن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في، صباح الخير وصباح النور لكم في هذا النقل الصباحي المباشر من قلب فوق الفضالات نواحي بن سليمان. الخيرات موجودة ولكن الثمن باقي طالع وباقي غالي، فمطيشة 8 دراهم الكيلو والبصلة 10 دراهم. نتمنوا الخير في نتمنوا التمام ارفع شيئا ما مشاهدينا الكرام مشاهدينا قناة الجديدة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب سوق الفضلات نواحي سليمان. ثمن طالع ديال الخضرة فمعطيشة 8 دراهم، البصلة 10 دراهم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في. شوفوا معي الأثمنة ديال الخضر الأخرى، فشيزو 6 دراهم، اللفت 8 دراهم، ليشو 6 دراهم. ثمن طالع مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الشعب قناة شو تي في. نتمنوا الخير يا ربي، نتمنوا الثمن يرجع شيئا ما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في. دائما صباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل الصباحي المباشر. إذن دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في صباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر من قلب سوق الفضلات نواحي بن سليمان. الخضرة موجودة ولكن مازال الثمن ديالها طالع، فمعطيشة 8 دراهم، البصلة 10 دراهم، خيزو 7 دراهم، اللفت 8 دراهم، ليشو 6 دراهم، الشيفرون 8 دراهم. الله يدير تاويل الخير، نتمنوا الخير يا ربي، نتمنوا إن شاء الله ينقص الثمن شيئا ما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. فدائما أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر من قلب سوق الفضلات نواحي بن سليمان. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، دائما أرحب بكم في هذا الصباح صبيحة اليوم الجمعة، جمعة مباركة طول عليكم الصحة والسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله. فالخضرة موجودة ولكن الثمن مازال طالع بحال تقريبا جميع الأثمنة اللي كاينة. فمطيشة 10 دراهم كيف ما ذكرت، البصلة مطيشة 8، البصلة 10، نتمنوا الخير يا ربي كما كتشوفوا معايا مطيشة كاينة 8 دراهم وكاينة 10 والبصلة 10 دراهم مشاهدينا الكرام، خيزو 7 دراهم، لفت 8 دراهم، البصلة الخضارية 6 دراهم. نتمنوا الخير يا ربي، نتمنوا إن شاء الله مع أمطار الخير إن شاء الله ترجع الأمور إلى النصاب ديالها، خصوصا حنا مقبلين على الشهر الفضيل الشهر المبارك شهر رمضان. نتمنوا الخير يوجد ان شاء الله، نتمنوا الثمن حتى هو يتقاد. تقريبا جميع الاثمنه اللي كاينه في المغرب كامل هي اللي كاينه، البصله ومطيشه وبطاطا باقي شادين السوق. البصله 10 دراهم 12 درهم، مطيشه كاينه من 7 دراهم حتى 10 دراهم. الله يدير تاويل الخير تماما هذاك الشيء اللي كاين. فالبصله شاد السوق دير بالصح، نتمنوا الخير يا ربي. ايوا مع هذا الشتاء ان شاء الله نتمنوا الخير، احنا مقبلين على الشهر الفضيل كيف ما ذكرت كيكون اخبار كثير. فخيزو جوده عاليه تبارك الله كيف ما كتشوفوا معايا جديد داك الشيء كلشي الجوده العاليه. الملاحظه اللي كاينه هو الثمن طالع بحال تقريبا جميع الاسواق ديال المغرب، فطالعين خصوصا الخضروات الاساسيه كالطماطم البطاطس والبصل. هادو خضروات اساسيه داخل كل مطبخ مغربي وداخل كل مطبخ ديال الاسره المغربيه، فطالعين بشكل كبير وكبير. مطيشه كيف ما ذكرت 8 دراهم من 7 حتى 10 دراهم، البصله 12 درهم 10 دراهم، الخضاريه 6 دراهم 7 دراهم.
نتمنوا الخير يا ربي، نتمنوا ان شاء الله كيف ما ذكرت مع هاد امطار الخير يرجع الثمن شيئا ما مشاهدينا الكرام. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب، قناة شو تي في، فما قليل إلا نودعكم. بطاطا ديناش بطاطا ياك؟ بطاطا هي شكيل إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شو تي في، ما بقى لي إلا نودعكم بعد ما كنت معاكم في نقل صباحي مباشر من قلب سوق الفضالات نواحي بن سليمان. كيف ما تبعتوا معايا الخضرة مازال مستقرة في الثمن ديالها، فماطيشة 8 دراهم، بصلة 10 12، بطاطا 7 دراهم 8 دراهم. نتمنوا الخير، نتمنوا مع هاد الأمطار الخير يرجع الثمن شيئا ما مشاهدينا الكرام.